الحمد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تميز أهلها بالدخول إلى الجنان والسكنى في رضوان الرحمن وجوار نبيه محمد والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن حرمها فلا يشم رائحة الجنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عدد علمك على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته والمشي على دربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، تقوى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، تقوى الذي لا يكون ذرة في الملك والملكوت إلا بأمره وإرادته، فمن اتقاه فقد حاز خيرات الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون بالله، يعيش الناس في هذه الحياة وأكثرهم مغترون بمظاهر الدنيا وبما يملي إليهم عدوهم الذي خلقه الله اختبارا لهم، وهو إبليس الذي طرد من رحمة الله وحلف أن يحتنك ذرية أبينا آدم عليه السلام، وقال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلم يزل في واقع الناس على ظهر الأرض غرور كثير بمظاهر الحياة الدنيا وزخرفها وبهرجتها وبما يملي عليهم عدوهم من الكذب والتلبيس والتدليس وتصوير الأشياء على غير حقيقتها. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت عنهم منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيها المؤمنون والحاضرون في هذه الجمعة العظيمة المباركة، أحضروا قلوبكم لتخرجوا من آفات الغرور وأنواع الاغترار الذي يقع فيه أكثر الناس على ظهر هذه الأرض، فلا يدركون الحياة الطيبة بحقيقة معناها، ويقعون في أنواع الضلال والشقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل جلاله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أيها المؤمنون بالله، حقيقة ذكرها الحق جل جلاله، وأول ما فيها أنه لا يخفى على المؤمن العاقل أنه إن شارك غير المؤمنين في الدنيا في هذه الحياة ومتاعها فغايتها نفاد وانتهاء وزوال، وكيف يوثب بما يزول ويفنى ويطمئن إليه. ولكن المؤمن يعمل فيما يفنى بشرع الذي هو باق لا يفنى، فيعطيه جزاء باق لا يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيصير المؤمن في الحياة الدنيا عاملا بمنهج الله، مستثمرا بضاء وخلودا في كرم الله وجواره. أيها المؤمنون بالله، هذه ركيزة عظمى تحمل المؤمن على الإحسان ما دام على ظهر الأرض، لأنه موقن أنه سيخرج من ظهرها إلى بطنها، وأنه يعود إلى الحي القيوم ويجتمع مع أهل الجمع في يوم الميقات المعلوم. أيها المؤمنون بالله، يقول الحق: من آمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومع أن قول من شامل للجميع عامة، ولكن مع ذلك نص على عموم الذكور والإناث اهتماما بالأمر وتعظيما للشان، وتحقيقا أن المكسب من إقامة أمر الله راجع إلى الذكور والإناث بل إلى العالمين أجمعين. يقول سبحان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذه خصوصية المؤمنين. فالعاملون بما هو حسن ومعروف من غير المؤمنين يعملون لراحتهم الدنيوية أو للذكر بين الناس والشهرة، فلهم في الحياة الدنيا ما يعطيهم الله تبارك وتعالى مقابل ذلك، ولكن طيبة الحياة لا يدركونها، ولا ثواب الآخرة إلا لمن آمن بإلهه الذي خلقه وعمل له جل جلاله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بدافع الإيمان بالله علام الغيوب والذي إليه المرجع والمآب، فلنحيينه حياة طيبة. لام القسم كما يقول علماء اللغة، فأقسم الله ليحيا هذا المؤمن الذكر والأنثى إذا عمل الصالحات على الإيمان أن يحييه الله حياة طيبة. تلكم الحياة الطيبة طمأنينة ورجاء وثبات في القلب، يتم به الهناء والسرور والأنس والحبور، فهو إن قصر عليه شيء ذو قناعة، وهو إن توفرت لديه الأشياء ذو إحسان ووضع للأشياء في محلها، وهو ذو استقامة كاسبا من الحياة الدنيا ثوابا لا يبلى ولا يفنى ولا يزول ولا ينتهي. حياة طيبة يحياها في أنس وسرور وحبور بمعرفة بالله جل جلاله، كما كان يقول سيدنا جعفر الصادق: إن الحياة الطيبة المعرفة بالله، فإن العارف بالله يعيش على الرجاء والاستناد إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه، ويدرك من لذة القرب من الله والتوكل على الله ما لا يوصف ولا يكيف،
فهو أطيب الناس حياةً في هذه الدنيا، والحياة الطيبة لا تختص عند المؤمنين وعامل الصالحات بالدنيا، بل لهم حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في البرازخ والقبور. القبور هم رياض من رياض الجنة، ولهم حياة طيبة في يوم القيامة حيث تناديهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ويقولون لكم لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولهم حياة أطيب بعد ذلك في الجنة، طيبة لا حد لها ولا غاية، أبدية سرمدية. وتأمل أيها المؤمن، أول ما ينادى المؤمن إذا دخل الجنة أن يقال إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا أبدا. وهذه الخصائص الكبرى للحياة الأطيب لا يمكن أن توجد في الدنيا. ولكن الحياة الطيبة في الدنيا إذا مرض المريض استشعر الأجر ولم يجزع ولم يضجر، وكان له الثواب وكفارة السيئات، ثم عظيم الأجر. وإذا صح فصحته مبذولة، لا بطرا ولا كبرا ولا إيذاء لأحد، ولكن للقيام بحق الناس. أيها المؤمن، صاحب الحياة الطيبة يمتد طيبه إلى من حواليه حتى يطيب بطيبه أهله وقرابته، بل من يعيش بينهم من غير أهل الإسلام يجدون في حياة المؤمن الذي عمل الصالحات أمنا وطمأنينة ووفاء بالحقوق بقيود وموازين جاء بها الله، لا يجد الناس في غير الإسلام أحسن منها ولا أجود ولا أجمل ولا أكمل. ألا فاملأوا قلوبكم بالإيمان واعملوا الصالحات واصدقوا مع عالم الظواهر والخفيات رب الأرض والسماوات، يصلح لكم الظواهر والخفيات ويدفع عنكم جميع الآفات. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واجعلنا في أهل الإحسان، وارفعنا مراتب القرب والتدان، واختم لنا بالحسنى يا رحمن، وأصلح اللهم هذه البلاد وبلاد أهل الإسلام، وادفع البلايا والآفات يا ذا الجلال والإكرام. والله يقول قوله الحق المبين، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عشية أو ضحاها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً يجل الله به عن القلوب العمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمداً عبد الله ورسوله
صاحب المقام الأعظم والقدر الأسماء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على دربهم إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا ويرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا. أيها المؤمنون، جميع الخيرات في أندونيسيا على مدى التاريخ بحقيقتها وعمقها متصلة بخير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متصلة بالإيمان والعمل الصالح. ومنذ دخل الإسلام من القرون الأولى ثم انتشر وعظم بعد ذلك ما بين القرن السادس والسابع حتى عم الإسلام ممالك أندونيسيا وحكامها وشعوبها، فكانوا الكثرة الكافرة، وجد الإيمان في قلوبهم ساحات طيبة قبلت بذر الإيمان وأثمرت عملا صالحا، فقامت لها خيرات كثيرات متنوعات لا ينازلها بعد ذلك سوء ولا شر إلا من تدخل من يتدخل في مضادة الإيمان والعمل الصالح. وبذلك حاول المحاولون وتمركز المتمركزون وتسلط المتسلطون من مثل حكام هولندا وغيرهم من الكافرين على البلدة في سنين من السنين، لكن ظل أثر العمل الصالح مع الإيمان مدافعاً لهم عن كثيراً دافعاً عنهم كثيراً من المصائب والآفات، حتى خرجت سلطة المتسلطين بالقوة والأنجهية والطغيان. أيها المؤمنون بالله، وكثر فيهم العلماء والعارفون واشتهروا في العالم بالأخلاق الفاضلة الطيبة الحسنة. أيها المؤمنون، ولن يجد الناس اليوم في أندونيسيا ولا غيره حقائق الخير الظاهر والباطن، بل ولا الحياة الطيبة إلا بإقامة هذا الميزان. أيها المؤمنون، ونحن في ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذا العام الهجري في خواتيم شهر المحرم الحرام، نتذكر الهجرة ونعمل في مقابلها ما يجب علينا إذا تذكرنا صبر نبينا وتحمل نبينا للمشاق ونوم ثلاثة أيام في الغار فوق الحجر وما لاقاه من أتعاب كثيرة في الطريق حتى وصل إلى المدينة المنورة ووجد القلوب المحبة وقابله الأنصار ومن سبق إلى المدينة في الهجرة، وقالوا طلع البدر علينا من تنيات الوداع، واجبنا أن نهجر ما نهانا الله عنه وأن نقيم الإيمان والعمل الصالح فينعم بالخير أهل أندونيسيا مؤمنوهم ويستفيدوا من هذا الإنعام غير المسلمين وغير المؤمنين، فإن الإيمان والعمل الصالح لا ظلم فيه ولا عصبية فيه ولا تعسف ولا إسقاط لحق من الحقوق، ولكن حدود وواجبات وموازين يجب أن يلتزم الكل بها لا أصلح منها للبلاد والعباد. فنرجو الله ونسأل أن يوفق أهل أندونيسيا رئيسهم ومرؤوسهم وحكومتهم وشعبهم إلى القيام بأمر الله كما يحب،
ونشر الهدى والعدل والبر والتقوى والتعاون على ذلك، وبذلك يحب ما وعد الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المؤمنون، ولولا قلوب صادقة مخلصة ومجالس ذكر وخير موجودة في البلد لكانت الشدائد كثيرة والمصائب عظيمة، ولكن الله يظلم بواسطة هؤلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كما قال الله جل جلاله، فدفع العذاب حتى عن الكفار بالرجال المؤمنين والنساء المؤمنات، كثر الله هؤلاء من أهل الإيمان والعمل الصالح، وضاعف البركة في هذا الجامع والمسجد والمركز الإسلامي في جاوة الشرقية وفي جاكرتا الشرقية، وأعانهم على القيام بالخير ونظر إلى أهل إندونيسيا وإلى المسلمين نظرة ترفع البلايا والشرور، ويصلح الله بها الأمور ويشرح الصدور ويدفع بها كل زيغ كل فاجر وكفور. يا أكرم الأكرمين، أكثروا الصلاة على نبيكم سيدنا محمد، فإن الله قال مبتدئا بنفسه ومثنيا بالملائكة ومؤيها بالمؤمنين تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعده المختار، وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق، إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منهم ملائكة الرحمن نحيي الليالي بتلاوة القرآن أمير من ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علم إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة ورحمتهم بك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة رضا أمهات المؤمنين، وعلى حمزة والعباس وسائر البيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجال، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، اللهم ادفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله أجمعين، اللهم أصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق أهل أندلسيا صغارا وكبارا أميرا ومامورا لتقواك وسلوك سبيل رضاك، وادفع البلايا والشدائد والمصائب عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. اللهم حول الأحوال إلى أحسنها، وانظمنا في سلك من ارتضيت من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك لنا ولهم وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاغفر لنا ولا تصرف أحدا من الجمعة إلا بقلب منور مطهر، وذنب مغفور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وعمل صالح مبرور، وإيمان يقوى. يا رب يا غفور، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، واغفر لجميع والدينا ومشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بالثلاث ونهى عن ثلاث،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر.